choke the flow. الحالة القصوى لقيود هذا الريستركشن اللي راح يصير تعيقنا الجريان هي عندما يحدث التدفق choke to flow هذه الخنق يحدث في مكان ما في منظومة السحب مع زيادة تدفق الهواء إلى سرعات عالية فإنه يصل بالنهاية إلى سرعة الصوت في بعض نقاط من المنظومة يعني إنه إحنا من نسوي choked flow إعاقة للفلو معناته إحنا راح نخسر المكان نضيق المكان بالتالي إنه راح السرعة تزداد إذا زادت السرعة معناته وصلت إلى بعض الأحيان توصل إلى سرعة الصوت هذا معدل أو choked flow هذا معدل تدفق الأقصى اللي يمكن أن ينتج أعلى قيمة في الانتيك فالف بغض النظر عن الشروط التحكم اللي راح تصير أو الظروف التحكم المتغيرة نتيجة الديماند للمحرك يعني فنتيجة لذلك راح نشوف انه راح يصير عندي lowering بالefficiency curve مثل ما لاحظنا بالفيجر 5.1 قلنا بالهاي سبيد هاي سبيد راح شو نسوي نشوف اكو هبوط بالكفاءة الحجمية اللي هي قلنا نتيجتها شنو راح يصير راح يصير زيادة السرعة وبالتالي انه راح تنطيني هذه الهبوط اللي صار فيحدث choked flow choked flow occurs in most restricted passage of the system اذا راح يحدث في معظم المكانات اللي راح يصير بيها بالممر مال هاي المنظومة أي تقييدات أي إعاقة هذه فراح يصير عندي هذا choked flow واعتياديا أو عادة راح هذا الصمام عند راح يكون وين عند صمام الدخول صمام الدخول أو في الثروت للكابريتر للخنق مالت الكابريتر إذا معناته إحنا راح يصير عندنا هذا choked flow اللي هي قلنا يصير بالrestricted فالrestricted وين راح يصير راح يصير عندي أما بالintake valve أو الثروت للخانق مالت الكابريتر فإنه on those engines with carburetors اللي راح يصير وين هذه راح يصير بالمحركات اللي تحتوي على الكابريتر اذا راح نشوف اكو اعاقة فهذه الاعاقة راح تسبب لي lowering في الافيشنسي او الفوليومتريك افيشنسي closing intake valve after bottom dead center هذه تأثيرها شو راح يتم أو تأثيرها على الكفاءة الحجمية على المنحني يؤثر توقيت إغلاق صمام السحب على كمية الهواء اللي تنتهي في الأسطوانة يعني راح نشوف هنا شون هذه الانتيك فالف التوقيت مالته يأثر على كمية الهواء الداخلة إلى الأسطوانة نهاية شوط السحب لاحظ near the end of the intake stroke إذا قريب لأنه ينتهي شوط السحب راح نلاحظ أنه صمام الدخول لا يزال مفتوح is open لاحظ أن intake valve يريد ينتهي intake stroke العفو فنشوف انه الانتيك فالف اوبن لا يقول افتر باتم ديد سنتر ينغلق فاذا از اوبن اند ذا بيستون از موفينج فروم توب ديد سنتر
toward bottom dead center. إذا هذا جاي يرتفع يتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا اتجاه النقطة الميتة السفلى. إذا هسه أنا عندي هذا الانتيك فالف مفتوح وجاي يدخل كمية الهواء إلى الأسطوانة. لاحظ air is pushed into the cylinder. إذا الهواء راح يندفع إلى الأسطوانة. ليش؟ نتيجة تخلخل الضغط اللي راح يصير, تخلخل الضغط داخل الأسطوانة, وبالتالي راح نتيجة إزاحة المكبس من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى. قلنا سوينا فاكيوم, إذا راح يصير يدخل الهواء إلى داخل الأسطوانة. زين, there is a pressure drop. هذه شرح, هذا نتيجة شنو؟ أكو pressure drop. pressure drop وين؟ بالهواء as its passage through the intake valve. أيضا إنه إحنا عندما يدخل الهواء من خلال الانتيك فالف, وقلنا قبل شوية قلنا أكو إعاقة, راح هذه الإعاقة هي اللي سبب لنا البريشر دروب, من ضمنها اللي هي الانتيك فالف. And the pressure inside the cylinder is less than the pressure outside the cylinder. أوكي, إحنا قلنا النتيجة هذا الفاكيوم اللي حصل, إذا البريشر outside راح يكون أعلى من البريشر inside the cylinder. This pressure differential, هذا اختلاف بالضغط لا يزال موجود بلحظة إنه عندما يتحرك المكبس أو قبل لا يصل المكبس إلى البوتوم ديد سنتر. ليش قلنا إحنا جاي يتحرك من التوب للبوتوم, و and air is still entering the cylinder, ولا يزال إنه الهواء جاي يدخل إلى داخل الأسطوانة. إذا قلنا هنا ليش الانتيك فالف راح يبقى بعد النقطة الميتة السفلى. هسه البستن, when the piston reach bottom dead center, وصل البستن إلى البوتوم dead center, راح يبدي يصعد إلى it starts back towards top dead center. عندما نزل وصل إلى البوتوم dead center راح يبدي يصعد, and is so doing start to compress the air in the cylinder. ورما يبدي المكبس يصعد إلى الأعلى إلى النقطة الميتة العليا, راح يبدي يسوي عملية انضغاط للهواء اللي موجود داخل الأسطوانة. Until the air is compressed to a pressure equal to the pressure in the intake manifold. هنا يبدي الهواء يبدي ينضغط داخل الأسطوانة إلى أن يتساوى مع الضغط اللي موجود بالإنتيك فالف. هنا أنا الـ air continues to enter the cylinder. لاحظ وصل المكبس عندما ارتفع إلى النقطة باتجاه النقطة الميتة العليا, راح تصير عملية انضغاط, راح يصير عندي هسه من يوصل إلى نقطة معينة راح يتساوى بها الضغط, ضغط داخل الأسطوانة مع الضغط اللي موجود بالانتيك مانيفولد. هذا الانتيك مانيفولد اللي هو زي ودن الأسطوانة بالهواء, ساوى هسه الضغوط, ساوت الضغوط. إذا عندما وصل هسه تساوت الضغوط, نقول إذا if it closes before this point, إذا الانتيك فالف انغلق وين؟ انغلق بعد هذه النقطة, قبل هذه النقطة اللي يتساوى البريشر اللي موجود بالأسطوانة مع البريشر اللي موجود بالانتيك. Air that was still entering the cylinder is stopped. يعني هذا الهواء اللي يدخل إلى الأسطوانة توقف, لأنه تساوت الضغوط اثنيناتهم. بالتالي إذا توقف الهواء معناته إحنا إيش راح نسوي؟ يقلل لنا من الفوليومتريك إفيشنسي. إذا قلنا قبل هذه النقطة قبل لا تساوى الضغوط, إذا راح يصير عندي كمية الهواء الداخلة أقل, وبالتالي
انه راح يصير عندي نقصان بالفوليومتريك افشنسي. If the valve is closed after this point, واذا الفالف انغلق بعد هذه النقطة, لاحظ بعد هذه النقطة air being compressed, لكنه الهواء جاي ينضغط بواسطة المكبس. شو يسوي هذا؟ will force some air back out. لاحظ انت المكبس جاي يضغط على الهواء اللي موجود داخل الاسطوانة, والفالف بعد ما غالق, بالتالي انه شنو قسم من هذه الهواء back out of the cylinder, راح تطلع من خارج الاسطوانة, وبالتالي ايضا يسبب عملية الخسارة بمن بالفوليومتريك افشنسي. اذا خلال هذه النقطة اللي تساوت, اذا قبلها اكو نقصان بالكفاءة الحجمية نتيجة قلة بالهواء داخل الاسطوانة, بعدها ايضا راح نتيجة انضغاط المكبس راح يضغط المكبس وبالتالي يخرج لنا جزء من الهواء, ايضا كمية الهواء او كتلة الهواء الموجودة بالاسطوانة قلت, بالتالي اذا راح يقلل لنا من الفوليومتريك افشنسي. اذا في حالة الهاي انجين سبيد نلاحظ انه اكو هبوط بالضغط يكون عالي بين ما across the intake valve, خلال الانتake valve راح يصير اكو عندي من يمر الهواء راح يصير عندي pressure drop عالي. ليش؟ لانه due to higher flow rate of air, لانه راح تصير عندي بما انه زادت السرعة معناته كمية الهواء الداخلة اكثر, كمية الهواء الداخلة اكثر معناته صار عندي زادت السرعة معناته اكو شنو عندي pressure drop عالي. This plus the less real cycle time at high speed, وايضا انه قلت وقت اللي راح تنفذ به هذه الدائرة خلال من عد ما انه تكون السرعة عالية, وبالتالي انه ideally close the intake valve at a later cycle position, يعني انه راح يبدي يتأخر غلق هذا الانتيك فالف بعد ما انه او later cycle position. بكلام اخر عد ما انه السرعة تكون بطيئة, لاحظ the pressure differential across the intake valve is less, قلت يعني اذا قلت السرعة معناتها the pressure drop الفرق بيناتهم قل, معناتها the pressure equalization would occur earlier after bottom dead center, يعني الفالف should close at an early position in the cycle at low engine speed, يعني في وقت مبكر راح يبدي يغلق هذا الصمام. فاذا شفنا في حالة اذا كان الهاي سبيد واللور سبيد شنو تأثيره على كمية الهواء الداخلة الى الاسطوانة او في وقت اغلاق هذا الصمام. اذا الموقع اللي راح يغلق به الانتيك فالف لمعظم المحركات يسيطر عليه بواسطة الكام شافت. الكام شافت هو اللي راح يغلق ويفتح صمامات, بالتالي ان cannot change with engine speed, ولا راح يتغير انه توقيت على الزاوية اللي يعتمد عليها المحور القلاب يرتبط مع الكام شافت, والكام شافت هو مضبوط بزاوية معينة, اذا لا يعتمد على السرعة. Thus the closing cycle position is designed for one engine speed, لسرعة واحدة, depending on use for which the engine is designed, ايضا على تصميم المحور.